فيما نحن نتجه نحو مرحلة جديدة، فإن الهدف هو أن نحقق إمكانيات المملكة العربية السعودية خصوصا لهذا الجيل أو لجيل الشباب فيها، أن تكون هناك مساءلة للجهات الحكومية والمؤسسات الحكومية، نخلق مصداقية للحكومة، تسريع التنمو الاقتصادي وخلق وظائف جديدة جدا، ومن ثم التعامل مع كل القضايا التي تأتي نتيجة لهذا التطور.